مشاهدي موقع مواطن، مرحبا بكم. عشت نهار تسمع اخبار، كنعرفوا حفلة زواج، عيد ميلاد، خطوبة وشلة حفلات، ولكن حتى الحفلة الطلاق هذه جديدة. اجي نشوفوا اراء المواطنين في هذا الموضوع. هذوك كيفرحوا كيكون عندهم شي مشكل في راسهم، فهمتي؟ كيكون ديجا عندهم هما باغيين يخرجوا، باغيين يدوروا، باغيين يسهروا، باغيين يمشوا للقهاوي، باغيين يدوروا، يخرجوا برا، يمشوا الامارات، يمشوا هكا، يمشوا هكا، ما مزيانش لينا. الراي ديالي في الحفله ديال الطلاق هي ان اصلا ديك السيده كاع ما كانتش مقتنعه بالزواج ديالها، ومن يعني طلقاتها كتلقى الحريه ديالها وكتحتفل براسها. بالنسبه لي هذا الحفل انتشر في المجتمع المغربي بشكل خطير مؤخرا، ولاو كيبارطاجيو لي فيديو بزاف، ولاو كلشي باغي بحال باغي يطلق غير باش يدير ذاك الفيديو، فهمتي؟ كلشي باغي يحتفل بهذا الحفل الطلاق، بغاو يروجوا لاماكن اخرى، وهذا الشيء معروف بزاف في المجتمعات الصحراويه، وما فين بداو هذا الشيء. مزيان انا بالنسبه لي اللي كيحتفلوا بالطلاق ديالهم إلا كانوا جوج ما متفاهمينش وغاديين غير في الضايع وغاديين في المشاكل، من الأحسن يتفارقوا. لا حرام، ما داك الشيء ما كانش عنا في جدودنا، في جدودنا ما كانش داك الشيء. المرأة كتستر واخا طلقات تبقى في دارها مستورة مكرمة معززة مكرمة، ما كان لا حفالي لا والو. خصهم يحتفلوا بدائرة الطلاق، هما أصلا معطيهم كل شيء، هما خدامين، لو الدريات كيخدموا أكثر من الدراري. فرص ديال الشغل بالنسبه للدراري اكثر من الدراري، معطيهم امتيازات كبيره على الدراري، الدري ولا كيعطيوها حقوق اكثر من الدراري، والدراري مساكن اش بقى لهم؟ لا خدمه ما كايناش. الله سبحانه وتعالى قال ابغض الحلال عند الله الطلاق. ثانيا هذا الحفل اللي كيديروا ما حرام، حتى هي حرام، اذا اكثر من حرام.